هسه بيقولوا غير مدرب كان وايد احسن. احنا جايين من ميسي تقعد تقول سبحان الله والحمد لله مدرب وما مدرب. انت تفكر في الصلاه ولا في النادي؟ في الصلاه ابو احمد. حرمان حرمان ان شاء الله حرمان. تعال شو حرمان ان شاء الله حرمان ان شاء الله. ليش ما تصلي ها؟ انا صليت يا صاحبي صليت. ايش صليت 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 كل مره احنا نقول لك تعال ويانا الميسي تقول اغير من الجزء الاول وانا احيدك. نطوف انا وعباس وانت ما تجي ويانا الصلاه. بعدين تعال اسكت اسكت عارفينك حد. تعال حرمتك هذه العضاضة هذه اللي تردح اللي عيونها تشلق هذه تعرف تقرأ الفنيان ولا مقصة؟ ايه مقصة ايه لا عبد الحليم غنال تعرف الأغنية اللي بيقول فيه قعدت أنا والخوف بعينيه تتأمل فنجان المقلوب اهو ده فنجانها بالله عليك حرمتك كان فنجانها مقلوب وتقرا الفناني هاي خلى تقرا لي فنياني انا مفتوح خلى تقرا لي ايه شو سالفتكم يا جماعه الخير تونا نحن جايين من المسجد ارتز المقارب تونا جايين من المسجد يا جماعه خافوا الله وين الايمان وين التقوى ابو احمد خلي يدري كفي يمكن اعرف مستقبل مالي لا ظهرنا الحكي ضايع وياكم انتم نفكم انتو مجتمع تؤمنون بالغيبيات وتؤمنون بالشعوذة شو هالسوالف هذه ابو احمد يعني كف حرام لا الكف حلال الحمد لله الاطراق حرام لا اهدى الحقيقه ده بابا شوفي فين قالك يا حبيبتي مليان دوائر 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 زين عادي شو معناته الدوائر على قولك دوائر دوائر يعني راسي بيدور يا بهية راس أنا اللي بيدور يا حبيبتي وكلهم راسهم حيدور لو عرفوا وشافوا اللي أنا شايفاه أمنك أنت يا دبوبة عارفة ده معناته إيه يا دبوبة معناته شو معناته جواز جايلك عريس يا ولية يا شقية حلوة حلوة منك على قد سنك قالت شو قالت يا دوبة تتزوج عاد ما تحضرتش ميراث منو بياخذها أكيد حد من دار العجزة عجب كيما بعايد منكم أنا مبهرة ولا شو بس عاد خلاص خلونا نسمعها شو تقول بليز كونتينيو مين يا أختي مثل ما قالت كنتنيو وما ادري شو ولا شيء بقول لك ايه انت في حد هنا في العماره بيكرهك قوي 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 وخلي بالك هو كمان قريب منك قوي قوي زين طالعي زين ايش حقه يكرهني ما له اسم ما له طويل وعريض وشعر ابيض شعر ابيض ايه انا مو يشكي في محله ما حد غيره غريب شو هالكلام هذا يد الله يهداك انت تعرفين ان غريب يحبك دمك والله والله صدق انتو كنتوا وين مجلس ما شاء الله عليكم ما شاء الله بعدكم يارسين ويا هذه تعال شوف ابوي قرت حق كل وحده فينا خلت تقرا لك بعد بالله عليك وشو قالت ليش بيخف وزنك كيف اسكت عني قالت لي بيج خبر حلو خلال هالاسبوع وبيغير لك حياتك بالله عليك والله وش الخبر تورثين حد من اهلك كيف ما انت شوف قدتش وغتش ايش 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 وبشش وحش تتفاول على اهلك ليش هي عاد انت غريب لو تعرف بعد ايش قالت لي او انه بعد اسبوع في حد من اهلي بيموت اعوذ بالله بعد الست بهية قامت توزع اعمار البشر حلو ابويا انا احسن فنيان طلع لي ان بتيني بيزات وان باخذ راي ناجح في حياته وان لما بكبر مستقبلي بيكون وايد كبير وايد كيوت قلع عينك يا ميرو كيف عرفت ان ليش مستقبله كبير هذا السؤال يعق نفسه يعق قهوه بتاع ايه اذا كان وشها في الفنجله هون طلع له لسان طويل طلع له لسان هذه عندها لسان معناته ما شاء الله بنتي خلاص بتدخل المجلس الوطني مبروك يا بنتي مبروك مع ان اللي عدالك يم لسانين صرتي انت ام 3 سنة مبروك مع ان وجهك الله لا يدل انك تدخلين المجلس الوطني ولا الاستشاري بقول لكم ايه استاذن انا بقى البه شكله مش عاجبه كلامي على اذنكم بهي يرسي وين عن اذننا اسمعي ما قلتي لي متبع الرس قريبه
ايوه لما تبقي تشوفي حلمه ودنك ويطلع لك سن العقل. الحمد لله يا الدو مريوم ما مرضت ولا حد من عندنا مات، والحمد لله بعدش ما عرستي، يعني هذه رمسة بهية خرطي. أنا وين فيها عرس عشي علي؟ لكن يا بنيتي ساعات الواحد يصدق يعني الجذب. باركولي باركولي يا جماعة باركولي. مبروك. الحمد لله وأخيرا حصلتي مقاول حليو. غريب، شو بعد حليو؟ يعني مقاول زين، سعره معقول وبعدين سيده وما عنده لف ودوران. الله يوفقك إن شاء الله يا رب. آمين آمين. آه قولي لي أشم ريحة، أنا ما أدري ريحة غريبة عجيبة في البيت. شو مسويت لنا على الغداء اليوم؟ والله اليوم مسويت لك كوارع. كوارع؟ طبخت 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 لنا كوارع. كوارعي. كوارع كوارع شو ماذا؟ من وين متى تطبخين كوارع أنت؟ بهي تقول أحسن كوارع كوارع العيد. صح. أي كوارع أي خرابيط. كوارع من اسمك كوارع كوارع كراع. انت تبغي توكلينا كراع الله يهديك. كراع تبغي تاكلينا كراعين؟ شال خرابيط هاي. وبعدين وياكم يا بهيه ماكم هاي بلاك الله يهديك. هذا اكل زين. شو اكل زين؟ يلا عاد يلا يلا تبغينا شيء نعرفه؟ تبغي توكلنا كراعين؟ سوينا فوقه دياي، تحت سماج، برياني لحم، شيء نعرفه. يلا ابوي خلصينا. اسمعني اسمعني غريب. بهيه تقول عنه الكوارع وايد زينه، وفيه النخاع يرم العظم، وبعدين فيه يسمونه فيتامين يسمونه الفولك. في فيتامين في شوفه فولك فيتامين فولك. عاد ايش رايك؟ لا ابغي انا اكل كراعيكم مال كراعين مالكم، ولا ابغي النخاع ولا ابغي الفولك. شو رايكم؟ ابغي شيء اعرفه، طبخه اعرفه ما كلها قبل. زين سكت سكت أدريبة. أكل أكل دوم قدر صاك علينا. لا برياني برياني لا عتجبونا أبوي. الناس تطورت. الله الناس تطورت، يعني نحن الحين ما متطورين عشان ما ناكل الكراعين مالكم. بهية تقول إن أنت مربوط بالحسد والخيبة وتبغي تفك عنك. أقول خيبة تخيبك أنت وتخيب بهية فوقك. يعني بوش انت ما على لسانك هالايام الا بهيه وبهيه وبهيه. ذبحتونا انت ويا بهيتكم هذه. يعني بوش اي شيء تقولك تسوينه. الله يهداك يا غريب، خلك واقعي. انت طالع حالك لما توفق ويا المقاولين، ولما توفق في بناء الفيلا، ولما توفق في الاسهم والسوق والتجاره. حالك كله تعاثير في تعاثير. خلي الحرمه تفتش عنك، تراك ما بخسران شيء. يا ستر يا ربي يا مصيبتي، انت يحصل فيك ده كله؟ يا ساتر يا رب، ليه خليتيني اشوف لك النهارده بس؟ بهي خبريني شو مستوي، يعني بموت بعد الشر. يا ريتك ياخدي تموتي ولا تشوفي اللي انا شايفاه، يعمل فيكي كده اللئيم الشذاب. الله يخليك خبريني، ترى روعتيني خوفتيني. هو جوزك جوزك بجنبه ست 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 شنو بعد؟ يعني ست ريايل ريايل ايه وزفت ايه؟ جوزك بجنبه واحدة ستة اهي. خو كيف عرفتي ان هذا عباس؟ خبريني يا ولية. وانا عبيت عن جوزك ده؟ انا لسه عداجك النهار اهو. خدي بصي، مش ده عباس اللي واقف ده زي العمود النور المكسور؟ وهي الولية جنبه. مش ده المهم. المهم ان الموضوع بيلعب في دماغه وبيفكر فيه. بهي يبي من الاخر هون من الاخر كده تاخدي بالك من جوزك. عينه تروح كده ولا كده، الفنجان ما بيكدبش. ولا اقولك انا هخدمك، تستاهلي تتخدمي. انت يا ستي هو النهارده ايه في ايام ربنا؟ امروز الله يسلمك امروز جمعه ماما. النهارده الجمعه؟ بلي. ده الجمعه ده بتاع يوم العفريت ميمون الابيض ده. حبيبي حبيبي بيخدمني خدمات. انا بقى يا ستي عايزاكي تجيبيلي 2 كيلو مسك من الغالي، و2 كيلو عود من الغالي، واي 2 كيلو اي حاجه من الغالي قوي كله هيتباع. وانا هخدمك خدمه ما تحلميش بيها، وسيبيها على الله وعليا. لا ابو احمد، انا اقول اقفل هذا الملف، افتح الملف الثاني افضل. ك-
كيف اقفل هذا الملف وهذا الملف وهذا الملف؟ غلج هذا الملف، صعب هذا الملف، هذا ما نقدر نقفله. هذا الملف بيبقى مفتوح ما دام انه مرتبط بزوجة هذا الرجل الماثل امامنا. شوف انت يا الماثل امامنا، عطيه توقف حرمتك عند حد اتراه، اقول لك من الحين يودها عنا وعن عائلتنا. ليه بس؟ ايه خير؟ عملت حاجة تانية ولا ايه؟ عملت حاجة ثانية؟ قول هي شو ما عملت؟ شو ما عملت؟ هربو يارسة تحشي راس عائلتي بكلام فارغ كله حسد وشعوذة ودجل؟ شو هذا؟ قاعدة تأثر في أفكارهم وهم يتأثرون فيها. بو أحمد كلامك كله أموميات، ما في تخصيص. رجاء نقول مثل ماذا مثلا؟ شو مثل ماذا؟ هذا في تخصيص. اليوم مثلا ميثة معلمة ميثة تسوي كوارع، عكي ميثة مسويها على الغذاء كوارع اليوم. ألا تبو في أهدي تبادل حضارات يا أخي، تحاور ثقافي. اي وبعدين لو مش عاجبكم الاكل يعني هاتوه وناكله. بس هذا اللي همك؟ تصور يا اخ عباس. نعم. مريم بنتي ما تقرب في مكان، ما ادري شو صايب لنا، والله ما ادري شو فيها، ما تقرب الاكل كانها جالسه تتريى المرض. بس ابو احمد ترى كلام الرجل صحيح، كلام الرجل صحيح. فسر. يا ابو احمد لازم يحدث تبادل ثقافات وتبادل حزرات. ما من اي ناحيه؟ من اي نوع؟ ما بين الشعوب تبادل الثقافات يا ابو احمد. مثلا نعم. لو حرمتي عندي داخل بيتي مثلا تعلم قولي اكل الكوارع كيف يطبخونه مثلا، يدخل داخل ثقافتنا مثلا، تعلم كيف يقرون الكاف، نحن نستفيد. والله تصدق انا ما عندي سالفه اني مسوي لك قدر. لماذا؟ اي لماذا اي خريط؟ انت كسرت كل القاعده، انت طلعت عن القاعده. تصدق اصلا انت مو بكف واحد. انا انت ما الحوارات، انت تبادل حوارات. الحين جالس انا اشتكي من حرمتي، اقول لك جالسه تخرب علينا العائله وانت جالس تشجعها. اسمعني عاد، شوف عطيه، شوف اذا الشيء زاد عن حده انقلب زده. ابو احمد ثبت اذا الشيء زاد عن حده انقلب ضده. إذا ما يهود حرمتك بسير أقول حق سعيد يدورنا ناطور ثاني ونفتك منك ومن شرك ومن شر حرمتك وياك. رأيتك واسترقيتك من كل عين، شافتك وصابتك ولا صلتش على النبي. حوش حابس وابوي وين طلعوا لي حابس قامت تتعب. ذبحتيني يا الدخان. شو حوش انت؟ شو تحوشين من فوق راسي؟ اذيتيني، ايش تبغين؟ وصفة نعيمة يسمونها هي بهية، وصفة بهية العجيبة تطرد الجن وابوي والمس وابوي وتشيل الحسد. الله اكبر. والافاريت والشياطين. عين ما صلت على النبي تشيلها. ذبحتيني. ما تشيل ابو حمير بعد؟ سعال الديكي ما تشيلها. الحياطه. اي حياطه واي بياطه واي. والخشباز. شيل الدخول، ما عرفت فكينا الا عفر الجمال الجديد. ودي ابن لك هذه. خلاص يلا سيري. عين العفريت. انت اصلا شايف العفريت عشان تشوفين عين عفريت؟ ربكم انتوا عايشين في دجل وشعوذة، خاف والله فيني. ابوي ما تبى تشم كف مريم؟ وابوي هي الساحرة الثانية. ششم كف مريم؟ كف هذا بخور يطوفون من تحته عن الحسد. كف مريم؟ ما شي كف على وجه مريم؟ أربوكم أذيتوني ويا دخون، بس ذبحتوني دخان. أنا اصطق صدري يا جماعة الخير، يعني أنا اليوم لازم أعيش طول اليوم في الدخان عشان ترتاح بهية مالكم؟ خاف والله فيه. شو الخرابيط؟ غريب الله يهداك، أنا ما أعرف أنت ليش معصب. هذا كله عشان مصلحتك وعشان يعني تطلع العفاريت والينانوا من بيتنا. يعني الينانوا والعفاريت ما دشوا شقتي إلا يوم يت بهية هانم؟ شلوا عندي نعطيكم الحين على والله الأكسرة. أربوكم خافوا والله. يا مريم يا ميثة عيب عليكم، عيب. شعوذة السحر بمسين، لا تنفقي في وجهي بمسين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا صدق الله العظيم. شو تسوي عباس؟ بلي عندي سؤال.
عمري. انت تلعب بزيلك ولا لا؟ بابا شو قالوا عني؟ فور جاتو العب بزيلي كركت؟ خو عندي سؤال. عمري فاطمة بنت خالتك تشوفها ولا لا؟ زمان قولي ما شفته. خو مريمي تشوفها بعد ولا لا؟ حتى مريمي ما شفته من زمان قولي. والله بالله يا عباس إذا شميت في كريها مال خيانة حشتك تكرم. قولي انتي شايفة فيلم الشك واليقين؟ يا فتوح يا فتوح افتح لنا المفتوح، استحلفك بكاني وماني وكل شيء مفضوح، اظهر لنا المستخبي وبين لنا المسموح، ومليش بركة غيرك حكون معك محبوح محبوح محبوح. هيا ولا شايف مين اللي سرق خاتم ضبابة؟ خدامة سودة. هاني اكيد السيلانية. نقدر نجيبه ولا ما نقدروش؟ ما اقدر لانها سافرت. هنجل منجل ولا كلمة، هصرف عشان الوجه يقوم. هنجل هنجل فتوش فتوش، شافوا ولا ما شافوش، المهم دفع القروش. بالجنيه الاستربيني ما يردوش، طب بالدولار الايطالي برضو ما ياخدوش، يا اما بالدرهم الاماراتي يا اما ما يقولوش ما يقولوش. المخلص افريكوش www.afrikosh.com. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ها؟ شو تسوون؟ شو تسوون؟ شو السالفة؟ منو ها؟ شو فيكم؟ شو؟ منو هذا الولد الصغيروني؟ منو هذا اللي عرسيني راقد في النص؟ منو هلبتوه؟ ولد منو سارقين انتو؟ خبروني ولد منو؟ ولد الإيران. اي ولد الإيران. وش حكي يا بينا؟ شو تسوون؟ شو تجربون في الولد هذا؟ شو تسوين انتي؟ ايه؟ ام المراكر؟ ام قرون؟ ابو كروش تسوي عندكم؟ ابويا نحن فاتحين مندل لانه خاتم يدو ضايع، فنبغي نعرف يعني منو اللي سرقه. فاتحين مندل؟ فاتحين بيتي انا مندل؟ بيتي على اخر زمان يصير بيت مندل؟ هذه ام قرون بتفتح روسكم مثل عصيركم انت. ايه انت يا ام نغوله، انت بتهذين عيالي، بتهذين بيتها. تعالي شو هذا؟ شو؟ شو؟ بيسو! بيسو! نعم نعم نعم. شو هذا؟ هذا طيطار. شو؟ طيطار. فادري انه طيطار. عين معلقة اسد طيطار. اشوف انا طيطار. فيل طيطار. زرافة طيطار. اشوف بعمي. ايش حقة معلقة يا طير على باب حجرتي؟ ايش حقة؟ هذا ما بقى انا، هذا فهيمه نعيمه. فهيمه من هي؟ اسمها هي بهيه. بهيه بهيمه ايش عندها بهيمه؟ هي قالت لي. شو قالت لي؟ قالت لي حلقة طيطار فوق عند الباب عسب المشاكل والحسد واي شيء مو زين يروح عنا. يعني الطياطير، الطياطير تطير الحسد والمشاكل عنا؟ هي قالت لي. هاي الطياطير؟ انت تطرين سبت الطياطير يمكن اطلقك اليوم؟ طياطير؟ يا انت اصلا انت ويدتش وهذه البهيمه المفروض تتعلقون هني، وين راحت؟ هذه ما ينفع. بهيمه غريب. نوت نوت يا رسول. نوت نوت خاف. قولي موت سهر. انقزي انقزي انقزي. ارقيتك واسترقيتك بابا. شنو ارقيتك واسترقيتك؟ خلاص ها باقي ثلاث مرات يا رسول. تعبت قولي تعبت. نوتي نوتي. اي واحد استرقيتك وارقيتك ورقيتك. ها كهنا نقاكو جاكو رميسك سه. قالت يوم هول ما قالت انتي تخوني ويا ستة ستات سه روستي شنو. اي عباس انا نقاكو جيبتك عنو بيشن واحدة. ايوه دان باكر تسفرها. نفدي باكر اقول لك تسفرها. تسفرها وتتزحى مني وتطرش عند انا. خليني تقع ان شاء الله. اسفر مي اسفر مراتي؟ عارف تسفر مراتي انا؟ اي طبعا تسفر مراتك. نعم تسفر مراتك. يا ننتنا خبرت ابنا يا ننت اهلي. لا تمشي تعالي بابا ما بس لا اعطيك بخس على العين الثانيه اعميها لك مره واحده. تقول اهلي اهلي ولا اهلك الحين؟ وقت الحين اهلي اهلي. يا اخي تدافع عنك وتقولي الاهلي واهلي. تعال 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 صمك العين الثانيه بروحك من طلع العين هاي. خلني الحين اتكلم وياه ونسفر على عطيه ابو احمد. بعطيها. شوف تجهز شنطتها وتوديها المطار وتسفرها والرب حافظها. يلا
يا سي غريب يا سي غريب يا سي غريب والله دبا هي ست غلبانة وكويسة، هي بس لسانة طويل وحشرية، أنا أعمل إيه؟ هي عادتها كده، عادتها كده حشرية، هذه سحرة سحرة. أنا بوك هذه أدبية، هذه من كوكب الأرض، هذه وين يا بنت وين لقطنا وين؟ إيش كثر ترمس؟ عربو لسانها طول تردح ردح تعز. لا حرمة لها قرون، حرمة عندها قرون يا عطية، من وين يا ابن علي؟ من وين؟ متعودة على السحر والشعوذة كل حياتها، حسد حقد. تعز 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 عن عن عظاظة تعز. عربو البارحة جاية طالبة من العيوز اللي عندنا ضبابة مسكينة، حرتيت خرتيت خرتيت حلتيت حلتيت بابا حلتيت حلتيت نوع من الفواكه يطلع دوخ النخل، بط النخل ياكلونه أبيز. شو هذا؟ حلتيت لا مو دوخ النخل أبيز حلو، هذا حيب، حيب اللي تطريته أبيض داخل حيب، حيب حليب. ذكرت من زين، أنت شوف تسفرها يعني تسفرها، تسمع ولا لا؟ أسي غريب بقول لك إيه الصراحة، أنت عايز الصراحة ولا لا؟ أنا انكسف أقول لا تسافر البلد، أيوة وخاف اصلا ممكن تعمل لي عمل، تقلبني قطه، تقلبني حمل وديع. انت حمل وديع؟ انت السور وديع ما تستوي بعد. ابو احمد قول له خلي سعيد يسفره، خلي سعيد يسفره، هذا ما يسوي شيء، سفر سعيد. ما شاء الله سعيد ولا هذا الظاهر ان هذا وياها بيتمون هنا على تبودة. قم 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 تصفي سعيد قم. شوف يا أخي سعيد، هذا أنا أقول لك، إذا هذه البهية مالك ما أدري البهيمة ما ظهرت من العمارة هذه، أنا واحد شالك شاري وعيالي وطالع من بنايتك. لا 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 شو تطلع منقود عند العرب، ما تطلع، أنا أطلع كل في العمارة هنيها وانت ما تطلع. طبعا لا يهون علينا عباس، أفع عليك يا غريب. شو تقدر تسوي يعني؟ ها أسوي في شو؟ في مرت عطية. مرت عطية طيب عمرك بزخة، بقول سمعي يا حمدية، هاي نعم، إذا ما طلعت من العمارة ترى بزخ ريلك وبفنشه وبقبض الباب. يا عطية! أيوة أيوة أيوة! تظهر! أيوة يا عم تكسر الباب، في إيه؟ يا عطية سعاد! سعيد إيه؟ تروح تحجز حق زوجتك هاي ها اللي اسمها حجية، ها؟ وتفكرها من شرها، عربو صارت عمارتي وكر للسحرة والدجالين! يا طب يا سي سعيد، يا سي سعيد بدل عامل بص رجالة في بعضهم كده، قل له أنت، أنا الصراحة يعني بخاف منها. زين ليش يعني بتسوي لي شيء إذا قتلها؟ والله جرب يا أخوي جرب، أنا شعرفني يا بهية بهية يا تعال يا تعال يا بهية. عمين يا سعادتك، أهلا، إزيك يا صاحب العمارة؟ والله الحمد لله بخير وسهالة، إيش حالك أنت؟ خير يا أخوي، في حاجة؟ لا بس أريد أترشتك، وين أحسن؟ الخيل ولا الفسوخ؟ الاثنين حلوين والاثنين تعمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سبران، أبغيك يا أخوي شوي. أبغيك. قل. آخر. زال الموضوع، زال الموضوع الحي عندي، زال أبشر بساعدك. أبشر بساعدك الليلة. آخر. أنتي ليه سامونك بهيها؟ ايوه يا سيدي انا بهيه، اي خدمه، فنجان كوتشينه مندل الحب مقطع قلبك وعايز تطمن اؤمر. سمعيني شلي شلوعك وعيانك، لا عاد اشوفك في البنايه هني، والخلاء خارج. اسم الله اسم الله والحر صاله، هو البيت بتابونا والغرب يطردونا ولا ايه؟ تبقى مين حضرتك ان شاء الله؟ مكلم شراعي العريه السيد سبران. سبران اللي غنيت له ام كلثوم سبران لوحدي انا جتفك الساري، كنت تقول لنا ان جايكم نحضرنا لك ذبيحه وزي العيال وامهم. سبران بتاع ايه بقى ان شاء الله؟ بتاع الغسال والمراغ. الغسال والمراغ ده يعني غساله بالكهرباء بعد الظهر. غسالة ايه؟ غسالة ايه يا بهية بالجزمة اللي انت معلقاها في صدرك ده؟ دخلت في الحيطة انت، دخلت في الحيطة. ازهلها ازهلها عطية، اليوم هي متقاشرة على عمرها، تدور لها مراغ الليلة. يا لهوي يعني ايه مراغ والبتاع اللي بيقوله ده حاجة تخوف؟ شب ولا كلمة قطعيها، مرة ما بسمع حسك ولا تراني بايب الحبل مال الجنريتر مال الدينما هاي مالت تنكر العزبة وعلقه في رقبتك وعلقه جنيه في البنوية هاي لسانك.
ما قصة وعقل القطاع وما الحارة سمعيني ولا لا؟ حاضر حاضر عايز ايه بالزبط وانا عمله ماشي حاضر وما حاضر الحين تهبطين داخل وتشلين شعابيطك ما تخلين قطع هلقت ومكتب السفريات من وين ما يجي تردين سمعيني ولا لا؟ ماشي هو في مكتب السبران ده يا سي سبر عبد السفريات خطفي قدامي عادل خطفي عادل خطفي قدامي خطفي خطفي هذا هو البطل الشجاع ما حد عرف لها غير سبران نعم هذا اللي عرف له وطيرها والله اني انا شاكر افضالك يا نسيب عفا عليك يا نسيب الحريم اللي من مثل هذه وايد خاطف علي وعارف لنا تسوي لنا مطاول قبضها الباب انا ما علي منه ومن هالكلام هذا بس في شيء واحد انا ما فهمته قل شو هذا اللي ما فهمته انت وهي سايره المطار قال لي خذ الرساله دي وخبر هذا ود عمك سبران اذا ما خليت يمشي على ركبه ولا ما انا بهيه ركبه كلا رويد ما عليك منها يا ابوي انا انسان مؤمن خلها تسوي اللي بتسوي الحين ركبه ايش حقه يعني ايش حقه مثلا يمشي تيه يعني قصدها انه مقيد شرات البعير والله عاد انا شروكي انا ما اندل لكن هذه انا بغيت افهمكم السالفه وهي اطلعها من ذمتي موليه ابوي قم وقف قم اوقف وامشي اشوف قم حق شو اوقف يا ريال قم راوه خليه يصدق انه ما فيك شيء وانت بخير وصحه قم يا ريال خل عنك انت يا ريال يا ما ريال قم اشوف قم يوم الريال بيكلمونك ها شوفي ما في شيء غير العافيه امشي شوي امشي ها أبو. ها شاي فيها ريلي ما تحترج سبران وابوي سبران ايش بناك ايش فيك الحق علي نسيب شو فيك ما تحترج ريلي شني شليت يبقى قم ما راي ما تحترج قم 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 سر ازقر الدكتور بسرعة قم قم رقم شقده بس ازقره وابوي ما راي ما تحترج ريله صدق انكم بغمان اضحك وياكم ما فيها شيء ها شوف هي انسوا الله ما فيها غير العافية شوف عيونه مكبر شوف والله يا حرك